ماشي اول مره، كل عام ضروري خاصنا نديروا هذا الشيء. هذا الشيء موسم، وكل عام سيمانه ديال العيد خاصنا نديروا الفخر وتبينه ودوروا الحركه ونحسوا شي شويه بالعيد، ويدوز العيد زويون بحال هكا. وانا كنقرا في لافاك، ضروري من العيد للعيد السيمانه ديالو كندير هذا الشيء هذا. والحاله ديالنا الحمد لله كتقاسم من هنا من هنا، الا تعاون مالين الضرب الشيء حولي، وتقاسم من هنا وتجي تدبر على الصرايف ديالك في العيد ديالك وصافي. تمنيت الفقر كنبيعو ب 120 هذا العام، هذا ب 140 ريال زاد هو كلشي، اي حاجه زادوا فيها. تبان كنا كنشرو بالا ب 55 درهم 60 درهم، وشرينا هذا العام ب 90 درهم يا غادة. وكاين واحد الاقبال ديال الناس؟ والو كتشوفي السلاح الباقه كامله بحال هاد الوقيته العوام الاخرى، شحال هادي فضينا هاد الشيء. ولكن هاد العام هذا اللي كتسولو دابا هي ما كاين، اغلبيه الناس في هاد المنطقه هادي ما شارياش. اللي كتسولو كتقول له واش شريتي العيد، كيقول لك مازال. كما كتشوف كل شيء دابا شحال هادي، تشوفي هنايا الرواج وتشوفي العوام الاخرى، تشوفي كاين الرواج وكاين الاقبال، كيكونوا الحواله دايزين تعاون هذا وهذا وهذا. كتشوف الحواله دابا بان لي يوم الصباح بنت هي هوندا هي اللي دايزه بالحوال. اللي كتسولو كيقول لك كتشري تبارك الله واش شريتي العيد، كيقول لك مازال. واش فهمتيني؟ كتقولي واش شريتي العيد اخاي، كيقول لك مازال باقي ما جابش الله. اغلبيه الناس باقي ما شريتش، هذا السيد ما شراش، هذا السيد ما شرا، وحنا باقي ما شريناش. اغلبيه الناس باقي ما شراو، دابا يومين العيد وباقي ما عباد الله مساكن ما عندهاش. بالنسبه للاقبال الفاخر، هي واحد الدائره تتكون عندنا في بمناسبه العيد كبير، الناس يتقدروا الفاخر باش يكون واحد باش يصاوبوا الماكله ديالهم نهار العيد، والدراري تفهمت تيخدموا على راسهم تيجيبوا هادشي هذا باش فهمت ما يتسناوش دارهم يعطيوهم، باش يكون واحد تمارة تيولف الانسان من الصغر ديالو يعول على راسو يبيع شحال من حاجه. بالنسبه لواحد الدائره اللي اكتشفناها من رمضان ديال دائره الغلاء، اللي دازت شحال من حاجه فيها الاسعار، وفهمتي شي عائلات ما في حالهمش، يعني بحال شي عائلات ما معيدينش، يعني تمشي للسوق تلقى واحد السوق غالي يعني ما يقدرش ياخذه.